سلام كبير تكون تغادرت مع رو برودكشن كانوا دم مريم صامد كم صن كاتر وصلنا واحد ونشفات وصل على ميسيل أكو أبز مرة حمد على بسمينا ناس عيبو أبز محبرة ومرة خبيتات كم أما بقول كهاجري كسب أبقول من سيال وزر بهم زبانا ليريتا وهم زغانا ليريتا سلام كبير تكون تغادرت مع رو برودكشن كانوا دم مريم صامد كم صن كاتر وصلنا واحد ونشفات وصل على ميسيل أكو أبز مرة حمد على بسمينا ناس عيبو أبز محبرة ومرة خبيتات كم الله كل كهاجري كسب أقول من سيال وزر بهم استفانا ليريتا وهم زغانا ليريتي زحزنا كاكون لتاتنا إرثراويان قال لي تعسيبا أفنيا ناي بروباغندا ناي ويانا خوينا الله قال لي أخا بدقف ناي ويانا سرعة كأيرا بسلطان كتمس تسبيز نبرا الله قال لي أخا أسلا دي تفلت بروباغندا كم زمو تسئلات بزعبا زقات يمزلو خينات بزوح زلون تنزا فرح النقر اندي زلو وتو خينات كجمر كلوغن بزعبا حار النقر فريحة نيرا هكدف سي أبزو خينات كساتة في خيلي مو هزبن سراوي تنخام نخ أستفال علي بروباغندا خزرقها خيلي بروباغندا ترايزي كوناغن هكدف كمي جيرونت هزب تريجر قوبر وي كمي جيرو قسقسو سلازفلت بقالي الهزب غدانا قرخ إلي لي أحاسيبه بعابي غابي إرترازو الهزب نابرار ألا حاسيمو زلو مر مسهقدف كساب زلو سايكولوجيكلي ناب هقدف زغربي مارادي جينا براد أم بتقامتان كاب هقدف عيدنا قفنابو سلازي هقدف شاباي شاباي تبل درفن دول اللي اللوم تراينا بكينات كتون نزغو لوحات ناي سئنن يمو إذا ما حوات ناهي وتم نعربر بكي تقفئ مثلا هقدف كمخنيون زغر زغوان عينات مخنيت كي كبولو تشاقي لنيرة تشاقي لسي أبزازة حلفة فيديو كمان كمزي لنيرة هزبيات راد حرجي إسياس مخنيك قبرون سفتن زغوان عينات كينات كام من هاي كبون إذا زيكم متكون أجر كن زوم عبر الجزل وطعامتي أقول نمن قسنا لنا خبر خور مغانم إذا بفصم زقمة هاي كون حاكي أنت خون أجن ويانا ميسايل درب عينهم أو إيش تم ترى بجزنا برا كتر هاجر أو فقري تلا عائلهم إذا زحزن كن زوم ويانا بلع له هزب الدبلة بجير عينهم هزب أو فقر زقلا وزل وطعامتي كني سومن زي أكل إذا خينا أنا إرتراوين قدينا يكون أنا يمزول نيرو إذا خينا قدينا لي قدينا نمر داقن نفسنا أبينا يمسرع على إزوسنا نحنا أكلت بناي نابراس أقام زقوا سقر زول هزبنا أنت خينا أي قدينا لي حاسو زبرهان أنت خينا مو أبزك زي زهاجر أي سراوي تي أقول نخلقو نابلنا بانديرا مولو بلا بزبرهان أنت خينا أقول نيسي أسر زلنا قدينا لي كالكلتين أبحارين انت لنا أبحارين تزيين لنا نونجن نحنا قبرتن حريك تنسلا زي كنا إسياس الأساسي يزولو خيناتك بغطة تصولو الناس يزولو قدائنا مغنياتو إسياس مرحن نخصاب زولو تاتينا خيفتنا نسوب زادونا إنا نأتو زلنا نسوب زادونا نأتو لنا مارتك أب قدائي كيبيا نأتو لنا مارت نتزارار وقت عملنا باتي كرونولوجيكال زخونا من قدو مونخي نذكر ترى أخينا دكتر أب مجمر تاب ستان مسمسة إسياس جيم أوفر ويانا يزبل نيرو إذا مالت اتسلام مقبار دوم مخفات قرز تبع لنقرات كان دي نخمس مسألة دقيم حزب إرتران إثيوبيان سلام رقيبهم يوم زبرة زنبرة يكون نيرو إسياس كابش عد حزب إثيوبيا غير كيرو غيتش أم كله بوليتيكا وصوت ودا صاف نيرو بر سلام هون عرق خفت رز عراين برا مغنياتو سلام من عرق نزقر دسون دزخون نسي مستوم زتبا أصب ويانا إخا عرق نيرو إذا بتقرأ رسي أول هو هات رسي أول هو دق رسي أول فرزيدنت إسياس ومي رسي أول حواتنا خود قبتنا يكدم إسياسن قاب قداشن عصر شومون دنك ساب حجب زقبران كلنك على محتضات أنصار ويانا إزلفلف نيرو يلفلف ترايا كون النيرو ويانا تفقلو من قد ثاثي زناد النيرو حلف حالي فوسي نويانا نمدمساس أب قدا إيتيبيا إدنا تأمير ناين رأني لنا أزوين ناطوم سراحيو ساطوم دلايا مقورو نحنا داونا تأميرنا هندي وينا ناطين قفا قدا إسفل بغنى أتو كورانا أبزخي قلصو تصناحو أكي عيدا سلازم نفسنا أبينا مسرعين عن سرعة بزي قدس أب قدا إثيوبيا إبنا تأميرنا ينر إن مالت قن إسياسني إرترا مرة حساب زلو نخلنا حيزنا أب قدا إثيوبيا آتي زلو أبزا حلف عمد بزا حتى انتنت بوليتيكا غامز قلوت وخا دكتور أب بفقر إسياس سلازو ودق إثيوبيا بنا إسياس بوليستات يخت معدر تساني حزلا دعان زي إثيوبيا بنا إسياس بوليستات يخت معدر تساني حزلا قدس بزربا كم ولكاوت انتنهات من وصدو بتكبر قن إسياس نا إثيوبيا وتادرات أب إرترا عسكيرو مالو سلازي سراوي كيبيا بسن عفن كوابي ان عسكرو خدبدب كاني سلو زلو بمغازلو لاو نزه قنزه سفن تلنا بزي گداي زي قنزه زغبو مغناتو سراوي ايتيوبيا ابادما يكون زلو سن عفن كالو بزحات عبد خواب زلو عداتن
ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዮም ዘሎ። እዚ ምግባር ልዑልነት ኣይኮነን። ምክንያቱ ሰራዊት ኢትዮጵያ ባድመ ተቐሚጡ ኢልካ ሕኒን ትብል እንተ ነርካ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዘንዓፈ ኣሎ፣ ኣብ ዓሰብ ኣሎ፣ ኣብ ኣስመራ እውን ኣሎ። ኣብ ዘንዓፈ ኮይኑ ከዓ ብከቢድ ብረት ገይሩ ክድብድብ ቀኒ ኢሉ ሕጂ ድሓን ብዛዕባ እቲ ገዛውቱ ድፋዓት ኣምሓራ ተቐይሩ ዘሎ ህዝብን ድሕነቱ እንትዮም ዘገድሰና ክንግደስ እንዲና እቶም ብክቱር ፍቕሪ ሃገር ተረኺብኩም ዘለኹም ግን ብዛዕባ ልኡላውነት ምግዳስኩም ኣይክተርፍን እዩ። ስለዚ እስያስ ኣብቲ መሬትና ናይ ጎረቤት ሃገር ኩናት ከእንግድ ፍቓደኛ እንተኮይኑ ከመይ ኣቢልካ እዩ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኢድና የእተናን ዝበሃል ዘሎ? እስያስ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ኢድ እትዩ ኢሎ መስለኩም? ከምዚ ናብ ዝኾነ ኢድካ ክእትዎ ዝኽእል ንኳን ምሽ ከምዚ ጌርካ ኢድካ ተእት ኢኻ። እስያስ ግን ኢዱ ጥራይ ኣይኮነናት እዩ። ኢዱ እትዩ እግሩ እትዩ ሲ መዕጋብሲ እዩ መወዳእቱ ሙሉእ ነብሲ ኣት እዩ በቃ ተጨማሊቕ እዩ። ነዚ ናይ እስያስ ምጭምላቕ ብስእሊ ክንገልፆ እንተኮይና ከዓ እስያስ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከምዚ ኢሉ ኣት እዩ ዘሎ። ሕጂ እዚ ብሰንኪ ናይ እስያስ ምጭምላቕ ኣብ ገዛእ ሃገርና ተኣንጊዱ ዝቐነየ ኩናት ሲ ክንደይ ዝኣከል ህዝብና ይመዛቢሉ ዘሎ። ንሱ ከሸቕለና ዘይከኣለስ ወያነ ናብቲ ዕላማ ዝገበርሉ መዋፍሪ ሰራዊት ዝተኮስዎ ሚሳይል ሃገራዊ ፍቕርና ኣላዓዒልና ሕራይ ስከደሓ ንበል ኩቱር ፍቕሪ ሃገር ስለ ዘለካ ብወያነ ዝተኸርበበ ሚሳይል ኣብ ኤርትራ ምዕላቡ ጉሂኻ ትኸውን ኢኻ። ብርግፅ ኣብ ሃገርካ ዝዓልብ ተተኳሲ የጉሂ እዩ የሕርቕ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ህዝቢ ዓሊቡ ነይሩ እንተዝኸውንን ነቲ ህዝቢ ኣይ ብኢዲ ብእግሪ እዩ ክጉዳእ ነይሩ። ግን ከዓ መንእስያት ኢና እሞ ከም መንእስያትን ከም ክነመዛዝን ንኽእል ሰባትን ምሕሳብ ኣየሸግረናን ማለተይ ይመስለኒ ኣየሸግረናን። እንተተሸጊርና ግን ከም ቆልዓ እውን ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ሕጂ ነዛ ጉዳይ ከም ቆልዓ እንዳሓሰብና ንረአያ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ወያነን እቲ ፌደራላዊ መንግስቲ እንተኮይኑ ሞ ወያነ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ በዚ እንዳተዋግኦ ከሎ በዚ ብወገን ኤርትራ ከዓ መጥቃዕቲ መፆ እንተሎ ኣታ በዚ ከዓ ትኩስ ኣለዉ ገለኢሉስ ናብኡ ክትኩስ ክጅምር እዚኣ ዝኾነ ቆልዓ ክሓስባ ክእል እዩ። ስለዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኤርትራ ተዘርዮም እንተለዉ ሞ መዋፈሪኦምን ማዓስከራቶምን ኣብ ልኡላዊ መሬትና እንተኮይኑ ወያነ ንዕኦምን ንመዋፈሪኦምን ክትወቅዕ እንተደለያ ከመይ ኣቢልና ኢና ተጋግያ ክንብል? ካብ መጀመርታ ብዚ ኩሉ መፃውቦ ዘእተውና ኢሳያስ ኢዱ ክእክብ ነይርዎ። ኢሳያስ ኢዱ ክእክብ ስለ ዘይከኣለ ግን ተጋሩ ሰለማዊ ሰልፊ ወፂኦም ሻዕብያኹም ሓዘልና ብሉ ነይሮም። ኤርትራውያን ሻዕብያኹም ሓዘልና ንሕና ግን ክንሕዘሎም ኣይንኽእልን ኢና። ክንሕዘሎም እንተንኽእል እውን ንዓና መሓሸና ነይሩ። ሚሳይል ተኸርቢቡሉ ኢልና ላዕልን ታሕትን ዘብለና ዘሎ ግን እዚ እንታይ እዚ ጉዳይ የተሓሳስብ እዩ። ሓደ ብግቡእ ከፍቅርን ክፍቀርን ዝኽእል ሰብሲ ከመይ ገይሩ ብልዕሊ ኢሳያስ ክሳብ ክንደዚ ዝኣክል ፍቕሪ ክህልዎ ኽእል? ምናልባት እታ ናይ ፍቕሪ መዐቀኒትና ተመዛቢላ ክትከውን ኣለዋ። ምክንያቱ ንመን ተፍቅር፣ ንመን ከትፀል፣ ንመን ክሳብ ክንደይ ዝኣክል ፍቕሪ ክትልግሰሉ ትኽእል ተወጃቢርና ኣሎ። እምበር ኢሳያስ ሃገር ያግድፍኒ ኢልካ ክትቃወም ዓመታት ሓሊፍካ ዝሕጂ ወያነ ናብ ህዝቢ እንዲኦም ሞተኩሶም ዝብል ምስምስ ተኸልጊልካ ኣብ ጎኒ ኢሳያስ ክስለፍ ደሊኻ? ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ዓይነት ርድኢት ክንሕዝሚ ከኣልናስ ናይ ባሓቂ ሓደ ኣብ ሓዘን እዩ። ምክንያቱ ጌና ኢሳያስ ወያነ ከምዚ ገይራ ኢሉ ናይ ኩናት ነጋሪት ከይሃረመን ከሎ ኢሳያስ ጋገ ይጋገ ብዘይገድስ ኣብ ጎድኒ ኢሳያስ ኣለኹ ዝብል ርድኢት ዝሓዝ ተቃወምቲ እንተለውና ኢሳያስ ኣብ ዘእተዎም ከኣቱ ድሕር ዘይብሉ ክቱር ፍቕሪ ኢሳያስ ዘለዎም ዜጋታት ካ ኣለውና ማለት እዩ። በታ ሓደ ሸነ ከዓ ንሕና ኣለና ኢሳያስ ኣብ ዘእተዎም ኣትዮም ከይጠፍኡ ንፈርሕ ሰባት። ስለዚ ሕጂ እውን ንኩና ንድግፈሉ ምክንያት ስለ ዘይብልና ኣብዚ ግዜ እዚ ወረካለኒ ጎሚዳ ዝብል ደርፎ ወሊዕካ ናብ ኩናት ወኒ ክትፈጥር ትፍትን መንእሰይ ተለካ መላሲ ወረ ዘይብልካ ክትተርፍ ትኽእል ኢኻ ኢላ ገፅ እየ ዘለኹ። ምክንያቱ ንስኻ ኣብ ዝኾነ ኩናት ስለ ዘየለካ ኣይክትመውትን ኢኻ። ንስኻ ባንዴራ ሰጢሕካ ንህግደፍ ኩናት ክገብር ጥራይ ኢኻ ተተባውዖ ዘለካ። ልክዕ ከምቲ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ዝበሃል ወግዓዊ ኣምባሳደር ህግደፍ ክኸውን ዝዳፍኣ ዘሎ ሰብኣይ ኣብዚ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት እዚ መሬት ኤርትራ ተጎቢጡ ዝፀንሐ ናይ ምምላስ ዕድል ስለ ዘሎ ነዚ ንኸምልስ ሻራ ክሕዝ እኽእል እዩ። ግን ድሩት ክሳብ ደቡ ክሳብቲ ደቡ መሬቱ ኣምሊሱ ግን ኪኖ ደቡ ክዋጋእ የብሉን እየ ዝብለካ። እዞም ሰብኣይ ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ዝገበርዎ ሙሉእ ቃለ መጠየቅ ክሰምዑ ትደሊኹም ኣብ ዲስክሪፕሽን ገድፈልኩም እየ። ቃል ብቓላ ግን ወያነ ዝወረሮ መሬትና ክነምልስ ኩናት ክንከፍፅ ቅቡል እዮም ዝብሉ ዘሎ እዞም ሰብኣይ ካብ 2000 ዓመተ ምህረት ክሳብ ሕጂ ኣብ ኮማ ፀኒሖም ክኾኑ ኣለዎ እምበር ኣብዚ ግዜ እዚ ክሳብ ክንዲዚ ዝኣክል ናይ ኩናት ወን ዘለዎ ሰብ ኣለለ ይኣምን። ስለዚ ንበዓል ዝምባሳደር እኳ እንታይ ኢልና ክንምዕዶም ኢልና እቲም መንእሰያት ግን ናይ ብሓቂ ንዓመፅን ገበንን ንቃወም ኣለና እንተ ደኣ ንብል ኣለና ኮይና ብዘይካ ኢሳያስ ቀዳማይ ፀላ የብልና ይቃወም ኣለኹ እንዳበልካ ንኢሳያስ ዝቐፅልዎ ምስምሳት ተናድ ትውዕል ተኮይንካ ግን ከምዚ ንስሙ ቤተክርስትያን ሳሎሙ ዝበሃል ብሂል ምሻሎ ከምኡ ዓይነት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ብዝኾነ ንሕና እኳ ምስ ኢሳያስ መምሕዛው እንዲና መሪፅና እቲ ብሰንኪ ኩናት ዓድታት ገሪፉ ዝፈናቀል ዘሎ ህዝብታት ግን ፈጣሪ
ፀላል ይምረሉ ምናልባት ግዜ ተረኺበ ብዛዕባ ዘሉ ሓደሽ ተመዕባሊታት ቪዲዮ ክሰርሕ ተተነ ኣብ ቀጻል ረኽበና